الحيور من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد معكم في برنامجكم الإسلام والحياة. لازلنا وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة مفتي عام ليبيا الشيخ الدكتور صادق عبد الرحمن الغرياني، نرحب وإياكم بفضيلته. مرحبا بك دكتور. اهلا وسهلا شيخ اسامه، مرحبا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك، ربي ان شاء الله يقوينا على ايصال الخير للناس باذن الله تعالى. امين. مشاهدينا الكرام، نحن معكم على الهواء مباشره عبر قناه التناصح الفضائيه، يمكنكم التواصل معنا عبر الارقام التي سوف تظهر تباعا على الشاشه. نبدا على بركه الله. دكتور، في موضوع حري وجدير أن نقف عنده وننوه عليه، نتيجة ازدحام الأحداث قد نسينا الإشارة إليه، اللي هو القرارات أو القانون الذي أصدره المؤتمر الوطني العام بما يخص الإعلان الدستوري، وهو في جلسته 222 يوم 20/5/2015 أصدر تعديلا في المادة الأولى، وهذه المادة نصت على أن ليبيا دولة مسلمة مستقلة، والشعب فيها مصدر السلطات، وعاصمتها طرابلس، ودينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر كل تشريع، ويعد باطلا كل تشريع أو عمل أو تصرف يصدر بالمخالفة لأحكامها ومقاصدها، وتكفل الدولة لغير المسلمين حرية القيام بشعائرهم الدينية. والمادة 2 أيضا من نفس القرار الذي يخص التعديل الدستوري، وهو يلغى اللي هو تحذف عبارة باسم الشعب أينما وردت في التشريعات. والحقيقة هذا ما خذش يعني زخم إعلامي وحضور، لأن البعض لا يراه من الأولوية أو هناك ما شغلنا عنه. لكن السؤال، هذا التعديل الذي ذكرته دكتور، هل هذه التعديلات كافية بحيث نقول أن هناك في قوانيننا أحكام لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية أو تتعارض مع الشريعة الإسلامية؟ بمعنى هذا التعديل الدستوري نقول أن الأمر اكتمل وقد تم والحمد لله رب العالمين، أم نحتاج إلى مزيد من القرارات العملية أو الآليات التي تفعل مثل هذه القوانين؟ دكتور، أترك لك التعليق على هذا التعديل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عليه الصلاة والسلام. وبعد، فإني أحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذا الأمر خلفيته بدأت من بعد عقد المؤتمر الموسع الذي دعت إليه دار الإفتاء برعاية رئاسة المؤتمر الوطني العام من حوالي 3 أشهر، دعت إلى عقد ملتقى للعلماء وطلاب العلم من أنحاء ليبيا، وقدمت في هذا الملتقى الورقات لتعالج هذه المسألة. نعم. لأن هناك ملاحظات جوهرية أساسية يئن منها الناس، تقدمت بها هيئة علماء ليبيا للمؤتمر الوطني من حين أن صدر الإعلان الدستوري من المجلس الوطني الانتقالي من ذلك الوقت. نعم. والعلماء قلقون حول بعض المواد الواردة في الإعلان الدستوري. نعم. وهيئة علماء ليبيا وفقهم الله تتبعوا الإعلان الدستوري
فقرة فقرة ومادة مادة، وكتبوا ملاحظاتهم. ودار الإفتاء تبنت ملتقى للعلماء وطلاب العلم أيضا في هذا السياق لتدعم ما أوصت به هيئة علماء ليبيا. وحضر هذا الملتقى رئيس المؤتمر الوطني العام ورئيس الحكومة في ذلك الوقت، وطالبوا جميعا، لأن نحن أمام مشكلة حقيقية، وهو أن دولة مسلمة، والإعلان الدستوري الذي تتبناه هذه الدولة فيه مخالفات حقيقية صريحة أو فيها احتمال. فقلنا لابد من أن يجلى الأمر وتوضح الأمور، ونتخلص من كل المواد التي بها شائبة تخالف الشائعة الإسلامية، لأن هذه هي رغبة الشعب الليبي بأكمله. يكاد يكون الشعب الليبي بأكمله مجمع بمختلف تياراته ومختلف اتجاهاته، إلا من شد إذا كان هناك أفراد يعني معدودون في حيز الشدود، هذول لا يدخلون في الكلام. لكن معظم الشعب الليبي بتوجهاته، سواء كان توجه الذي تبناه توجه إسلامي أو ليبرالي أو غير ذلك، كلهم يقرون ويجمعون ويجمعون ويريدون شريعة الإسلام، شريعة المسلمين. وهذا في الواقع لا خيار للمسلم فيه، لأن الإنسان لا يمكن أن يكون مسلما ويسجل اسمه حتى في الأوراق الرسمية أنه مسلم إلا إذا أقر بهذا الأمر، لأن آيات القرآن كثيرة وعديدة كلها ترفع حكم الإسلام على من لا يرضى بتحكيم شرع الله. يقول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، إن الحكم إلا لله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، إلى آخر آيات كثيرة. فالمسلم لا خيار له في هذا الأمر، ما دام هو يقول أنا مسلم لابد أن يعلن ويقر ويطالب بتحكيم شرع الله بالصورة الصحيحة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد سلف الأمة. وما يجري كون الناس يعني يختلفون في الرؤى ولا يختلفون في التفسير ولا كذا، هذا أمر لا إشكال فيه، لكن هناك الأصول والقطعيات لابد من الإقرار بها والاتفاق عليها. ما دام هذه رغبة كافة الشعب الليبي وهذا هو مطمحه، كان ينبغي من بادي الأمر حين صدر الإعلان الدستوري أن تخلص الإعلام من هذه المخالفات. لكن بفضل الله، كما ذكرت في الشهر الماضي في شهر مايو، تقدم هيئة علماء ليبيا بأربع ملاحظات. الملاحظة الأولى هي أن الديباجة في الإعلان الدستوري المادة الأولى كانت تنص على أن ليبيا دولة ديمقراطية دينها الإسلام إلى آخره، فقلنا نتخلص من هذا الكلام، ليس يعني لما تأتي بكلمة تبقى هي محل جدل، تضيع وقتك في أشياء أحيانا يقتنع المخالف وأحيانا لا يقتنع. هي لا شك حتى عندما وضعت هذه الكلمة لا يراد بها كلمة ديمقراطية اللي هي تخالف شرع الله ولا تتحاكم إلى كما هو في المصطلح اليوناني القديم أن الشعب هو اللي يحكم والأمر أمره والتشريع تشريع، هو لا يعنى بهذا الأمر قطعا. لكن ما دام هذه الكلمة هي كلمة جدلية وتثير مشاكل بين الناس وفرقة بين أهل البلد وأهل الوطن، قلنا نتجنبها ونأتي ببديل منها واضح. فنص كما ذكرت على أن ليبيا دولة مسلمة ودولة دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية هي مصدر كل تشريع، وكل ما يصدر مخالفا للشريعة الإسلامية يعد باطل، كل ما يصدر من تشريعات أو تعاملات أو يعني تصرفات كله يقع باطلا كل ما يخالفه. هذا أمر في الحقيقة نص يعني محكم، لا يستطيع بعد ذلك لا يعني أن يجد فيه أي أحد ثغرة، بحيث يمر أشياء لا يريدها أهل الوطن ولا يريدها ولا أو تخالف شريعة المسلمين. فهذا النص نص أتمنى
أتمنى حتى من اللجنة لجنة الستين التي تعد الدستور أن تتبناه ولا تضيع وقتها في أشياء أخرى أو ألفاظ أخرى. هذا نص محكم جيد ليس فيه ثغرة ولا يعني كلام لأي إنسان يريد أن يضع شيئا يخالف الشريعة الإسلامية. هذا النص يعني بالفعل هذا التعديل لوقع المؤتمر خطوة شجاعة مباركة وموفقة، ونشيد بها ونشكر من ساهم فيها أسهم فيها وساعد عليها، وندعوهم إلى المزيد من هذا التوجه الصحيح، لأن لابد أن تكون عندنا الشجاعة الكافية نلبي طموحات الشعب الليبي التي يريد أشياء. وإذاك عندما عرض هذا القرار أي ذكرت فيما يتعلق بالدباج الدستور الدستوري أو فيما يتعلق بإلغاء المادة التي وردت في مواطن كثيرة باسم الشعب أنها تلغى أينما وردت في القوانين، هذا في الواقع يعني خطوة جريئة شجاعة تثلج صدر ورغبة كل المواطنين. ولما وقع عرضت على أعضاء المؤتمر يعني بالإجماع وافقوا عليها، ما في أحد اعترض عليها على الإطلاق. فالتأخير في مثل هذه الأمور أحيانا لا مبرر له. هو وإن اعتبرنا أن حتى النص الأول ليست مخالفته صريحة، لكن ما دام فيه شبهات وما دام فيه اعتراضات ينبغي أن نتخلص منه ونصل إلى شيء المتفق عليه الذي يطمئن إليه سائر الشعب الليبي الناس المخلصون المحبون لوطنهم. هناك مسألة أخرى كانت هي أيضا عرضت على المؤتمر وأصدر فيها قرار وتنبغي الإشادة به أيضا، وهو أن تشكل هيئة موسعة من الخبراء في الفقه الإسلامي تراجع كل فقرات الأخرى فقرات القوانين، هذا فيما يتعلق بالإعلان الدستوري. لكن كم كبير ضخم مجلدات من القوانين، قانون تجاري، قانون مدني، قانون مرافعات، قوانين كثيرة. هذه من توفيق الله أن المؤتمر أيضا أصدر قرارا بتشكيل لجنة موسعة من الخبراء ما يقرب من 30 خبيرا على أن يراجعوا كل هذه القوانين هذا الكم الهائل، وأعطاهم مدة محددة أجل لمدة 4 أشهر بحيث تصفى كل القوانين، ليس فقط الدستور الإعلان الدستوري بل كل القوانين. والآن يعني بفضل الله بفضل الله انتهوا الآن من القانون المدني، وهو أكبر يعني من باب من أبواب القانون، انتهوا منه وجهزوه، والآن القانون التجاري. فبإذن الله في أشهر قليلة تبقى جميع القوانين كلها تنقى وتصفى وتصبح كلها تحكم بشرع الله. اللهم آمين، بارك الله فيك. يعني نستطيع أن نقول دكتور أن الليبيين كانوا يعني يحتكمون إلى بعض القوانين التي هي مخالفة للشريعة الإسلامية ومخالفة لدينهم وهم لا يعلمون، والقضاة ينفذون مثل هذه القوانين. هو عندنا فيها شيء لازم أن نفهمه. نعم. فيما يتعلق بالربا، فيما يتعلق بالقمار، وفيما يتعلق ببعض القوانين التي سنها القذافي، قوانين متعلقة بغصب الأملاك وغصب، هذا لا شك أنها قوانين محرمة مخالفة شيعة المسلمين، ولا يجوز لمسلم أن يتحاكم إليها وأن يحكمها. ومن رضي بها بديلا عن حكم الله يخرج عن الملة باتفاق الأمة. ومن حكم بها لا لأنها هي أصلح وبديل عن شرع الله، وإنما هو لم يجد مناص لأنه مكره ولا لأنه جاهل ولا وكذا، فأهل العلم يتفقون على أنه مفسق فاسق. هذا هو وصفه في تفسير قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ما كان عنده عذر لأنه لا يملك التغيير أو لأنه جاهل لا يدرك مخاطر هذا الأمر، فقال هو لا يخرج عن الملة لأن قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قالوا هذا كفر دون كفر، ليس هو الكفر الذي يخرج عن الملة إلا إذا اعتقد أن هذا التشريع الذي وضعه الإنسان مخالف لشرع الله، اعتقد أنه هو الأنفع والأصلح وأنه الذي يجب التحاكم إليه، فإذا اعتقد ذلك فإنه باتفاق المسلمين يخرج هذا الاعتقاد عن الملة.
نحن بإذن الله ليس فينا من يعتقد هذا الاعتقاد، سواء كان من القضاة ولا من الحكام ولا كذا. كثير منهم إما لجهل وإما لأنه لا يجد مناصا، لكن لا نريد أن نرفع عنهم الحرج جميعا. نعم. نريد أن نرجع إلى طاعة الله، لا نريد أن نوصف بالفسق. يعني لما الإنسان يوصف بالفسق ماذا بقي له من إسلامه وبقي له من دينه؟ نعم. فالآن عندما تنقى هذه القوانين هناك إشكال بعض الناس يثيره، يقول أنتم لازلتم تتحاكمون إلى القوانين وإحنا يجب التحاكم الكتاب والسنة. هذا رأوا الكلام فيه تلبيس. هذا كلام فيه تلبيس. يعني عندما يأتي القاضي أو الحاكم أو الذي يريد أن يضع قانون يأتي إلى شرح من شروح كتب الفقه الإسلامي، شرح خليل في المذهب المالكي، مجموع في الفقه الشافعي، زاد المستقلع في الفقه الحنبلي، لما يأتي القاضي ولا وضع القليل هذا الكتاب ويأخذ مواد ويأخذ الكلام الموجود في هذا الكتاب في شرح خليل ويسهل عبارته ويضعه في صيغة مواد، رقم واحد فيما يتعلق النكاح حكمه جائز، متى يبدأ شرح خليل النكاح مندوب إليه أو مشروع أو جائز أو تعتريه الأحكام الخمسة. هو بدل ما يبدأ الكلام هذا يقول المادة الأولى النكاح مشروع ويكون أحيانا سنة ويكون واجب، المادة الثانية النكاح قد يكون حراما إذا كان فيه ظلم أو فيه يعني أكل مال بالباطل أو فيه يتعرض لكذا لشيء من يفسد عقده، المادة ثلاثة فيما يتعلق بحق الزوجة كذا وكذا، المادة أربعة حق الزوج كذا وكذا. يعني لما يأتي إلى كتاب من كتب الفقه ويقننه هكذا يضعه على هيئة قوانين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسمائة مادة ستمائة مادة، هذا اسمه قانون إسلامي. هل كلمة قانون في ذاته هي محرمة؟ أبدا لا يقول بهذا أحد. يعني عندما نأتي لهذه القوانين الموجودة قانون مدني أو قانون الأسرة والزواج وكذا ونأخذه من كتب الفقه الإسلامي المبنية على الأحكام الشرعية ونضع لها قوانين، هذه حكم بقوانين موافقة للشريعة الإسلامية. فليست المسألة أن كل ما نقول قانون نقول لا ما لا يجوز ويجب التحاكم. يعني ما أنت لو تعمل بهذا الكلام لا تجد الآن قاضيا ولا مستشار قانوني تقول له أريد مسألة تقول لي فيها حكم، خذ كتاب الله خذ المصحف وطلع لي من الحكم، لا تجد هذا الآن على الإطلاق الآن. كيف هذا شيء مستحيل. لذلك نحتاج إلى التقنين، والتقنين عندنا قوانين هي جاهزة الآن نمر عليها مادة وفقرة فقرة، ما وجدناه لا يخالف شريعة الإسلام ولا الكتاب والسنة نقره ويصير هو جزء من الشريعة الإسلامية. يعني نستطيع نقول يا دكتور أن الشريعة من خلال كلامك أن الشريعة لا تعارض أن تكون أحكامها في كمواد قانونية تعين القضاة، وأما الذين يقولون أن هذه القوانين الموجودة الآن هي قوانين القذافي وقوانين الوضعية، هذه الكلمة كان فيها 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 تسطيح لحقيقة الأمر دكتور. صحيح، تسطيح وتلبيس على الناس وتغرير بهم وإفساد للعمل، بدل ما يساعدون على إنجاح العمل ونصل من يعني في وقت قصير إلى تحكيم شرع الله يعوقون ويطولون الخيط ونبقى في جدال وفي نقاش. نحن عندما نأتي إلى أي مسألة، مثلا التعديل اللي ورد اللي ذكرته حضرتك أنت الآن، نعم، أو غيره، مثلا في أحكام الأسرة القذافي ذكر في مادة من المواد قانون سماه قانون عشرة، لأن قبل لا يجي ليأتي القذافي كان أحكام الأسرة الرجوع فيها إلى المشهور من الفقه المالكي، كتب الفقه المالكي، القاضي لا يحتاج إلى إلا أن يرجع إلى كتاب من كتب الرسالة ابن أبي زيد القيرواني ولا أقرب المسالك ولا كذا، وكان واجهته مشكلة يبحث عنها من ذلك وينتهي الأمر. لما جاء القذافي عمل قانون وعمل قانون سماها رقم عشرة وضع فيه مخالفات صريحة فيما يتعلق بالزواج وفيما يتعلق بالطلاق وفيما يتعلق بتوريث ابن الابن مع وجود الابن، ووضع أشياء فقرات هذه لما نتخلص منها الإضافات التي وضعها القذافي مخالفة الشريعة نتخلص منها
باقي القانون خلاص يبقى هو قانون ومع ذلك موافق للشريعة الإسلامية. فلا ينبغي الناس وأهل العلم يعني نستغرب أحيانا حتى من أهل العلم الشرعي أن عندهم حساسية من مسألة القوانين، ولما تقول نريد أن نراجع القوانين بما يفق الشريعة الإسلامية يقول لك لا أنتم تريدون أن نطوع الشريعة القانون. لا، من قال هذا؟ نريد أن نسهل عليكم الأمر. أنت بدل ما تبدأ من جديد تبدأ في شرح خليل من أوله وتبدأ توجد صياغة جديدة تأخذ منك وقت وجهد وأبواب وتصنيفات وتضع كل حالة في المكان المناسب الذي يناسبها، بدل ما نرهقك بهذا الأمر نعطيك مواد جاهزة مصنفة كل جزية مع نظيرتها في مكانها ومرقمة ويسهل الرجوع إليها. غاية ما فيه أطلب منك أن ترجع أنت إلى شرح خليل وإلى الكتاب والسنة ولا ترجع لأي كتاب من كتب الشريعة تراجع، فإن كانت هناك مخالفة تعدل هذه المخالفة، وإن لم تكن مخالفة تبقى هي جزء من الشريعة الإسلامية، هي مثل ما كتبه الشيخ فلان ولا العلامة فلان، مثل ما كتب ابن تيمية، مثل ما كتب ابن القيم، لا يختلف. ما استنبطوه هم الكتاب والسنة وألفوا فيه كتب وهي موجودة الآن هي كلها تسمى قوانين، غاية ما فيه أنها لم تصغصي. احنا عند ابن جزي المالكي فقيه مالكي سمى كتابه القوانين الفقهية، يا سلام، سماه بهذا الاسم، يا سلام، هو فقه أبواب، ابدأ من أبواب الصلاة إلى أبواب المعاملات إلى أبواب الجنايات، قال هذا كتاب سماه قوانين فقهية. فكلمة قانون لا يجب أن توجد لنا حساسية ولا أن نفر منها، بل يجب أن نفر من المخالفة للشريعة الإسلامية فقط لا غير. بارك الله فيك. ما في اللي عنده كما نقول وسواس من مسألة قانون وقانون وضعي، لكن بارك الله فيك يعني رفعت الإشكال. لكن خلينا نعود بك قليلا دكتور، لأن أهمية هذه النقطة ونحن في مناخ الحرية والثورات والتعبير على الآراء، كيف يتم التوفيق بين حرية الإنسان في اختيار ما يريد وفرض مادة الشريعة كمادة دستورية؟ والبعض بعض مثقفين يروج، بعض المثقفين يروج وبعض النخب أن الشريعة ممكن تكون مصدر من مصادر التشريع، والإنسان لا حرية الاختيار، ما قامت هذه الثورات إلا لحرية اختيار الإنسان ما يريد. هذه التناقضات أحيانا أو وضع السم في العسل والتشويش والتشغيب على بعض الشباب، كيف يتم معالجتها؟ حرية اختياري ووضع مادة دستورية تكون الشريعة الإسلامية مصدر كل تشريع. هو المسألة احنا لما ننطلق نأسس الأساس الذي ننطلق منه بعد ذلك أنا لا نختلف كثيرا، اختلافنا يبقى في حد ضيق جدا ونصل إلى اتفاق. نحن نقول نسأل سؤال الأول نجيب عنه، هل نتكلم بهذا المنطق من انطلاق على أساس أننا مسلمون وإلا منا من هو مسلم ومن هو غير ذلك؟ أننا مسلمون. فإذا انطلقنا من منطلق أننا مسلمون تبقى حريتنا مقيدة بما يقره الإسلام الذي افتضيناه واعتنقناه. يعني هل أنت تستطيع يعني لما تقول أني مسلم هل تستطيع بمقتضى الحرية التي تتكلم عنها أن ترتكب أمرا يخرجك عن الإسلام، يعني تستهين وتحتقر الشريعة وتقول لا أريدها أو تسب الدين أو تعمل شيء من اللي يعمله الناس، هل تستطيع أن تقول هذه حرية؟ لا، هذا إذا أنت ارتضيت بالإسلام ورضيت أن تكون مسلما ورضيت أن نكون ننطلق جميعا من أننا مسلمون، هذه الحرية لابد أن تكون محدودة بهذا الحد لا نتجاوزه. إذا تجاوزناه بعدين صرنا فينا من هو مسلم وفينا من هو غير مسلم. جميل. فإذا صرنا كذلك فلو افترضنا أن الشعب الليبي في ناس اختاروا غير الإسلام، بعد ذلك الردة حكمها معروف، الردة لا يجوز المسلم أن يعتنق الإسلام ثم يرتد، لكن لو كان ابتداء هناك ناس غير مسلمين وإذاك يريدون أن يستعملوا حريتهم أنت حجرت عليهم في هذه الحرية، نقول لهم هذه المادة نفسها التي عدلت نصت تقول
والدولة تكفل لغير المسلمين حرية ممارسة شعائرهم الدينية. خلاص بعدين انتهينا، يبقى أنت لا تعتدي على المسلمين ولا تسب دينهم ولا تتعرض له كما أنهم لا يسبونك. نعم. وتبقى أنت تسير في طريقك والمسلمون والليبيون الآخرين يسيرون في طريقهم. لكنك من ناحية عندما تأتي إلى الإحصائيات والتوثيقات وجواز السفر وكتيب العائلة تكتب الدين مسلم، ولا ترضى أن توصف بغير مسلم، لا يعني لا يتكاد يجد حتى من يسب الملة والعياذ بالله ويخرج عن الدين، إذا قلت له أنت غير مسلم سرعان ما يغضب يقول لا أنا تبت إلى الله وأنا مسلم. صحيح. فلا يرضى أحد، هذا الذي نعرفه من الناس الآن. نعم. فما دام اتفقنا على أن مسلمون لا بد أن تتقيد حريتنا بهذا. جميل. إذا قلنا لا بعد ذلك من لا يقول لا، نعطوه الحرية التي يسمح بها الإعلان الدستوري. نعم بارك الله فيك. جزئية أخيرة متعلقة بالمحور الدكتور، يقول لك أي شريعة تريد، يعني نحن المذاهب الفقهية الموجودة في المالكية و الحنفية والمالكية والشافعية والحنابل، وهذا يقول كذا، وهذا أي شريعة تريد. بعض الناس يثير في مثل هذه التساؤلات وهذه الشبهات على بعض شبابنا فيحار، يقول أي شريعة نريد، كيف نتعامل مع الخلافات الفقهية، هل هي داخلة في هذا الإطار أم أن التعامل مع الكليات والقطعيات؟ هذا هو الآن أيضا حتى مسألة ينبغي أن يكون الرأي فيها واضح. الله تبارك وتعالى لم يفرض علينا ولم يفرض علينا رسوله أن نكون على المذهب المالكي ولا على المذهب الشافعي وعلى المذهب الحنبلي، هذا لم يفرضه علينا. هذه الاجتهادات التي خرجت من الأئمة الكبار العظام الذين خدموا الشريعة وخلفوا لنا تراثا فقهيا ضخما، يعني محل تقدير ومدح من المسلمين ومن غير المسلمين، هذا نشكرهم عليه ونستفيد منا في مجموعه، لا أن نأخذ ببعضه ونقصي البعض الآخر. ينبغي المسلم، لأن ربي لم يجب علينا أن نكون على المذهب المالكي. وإن كنا مثلا في ليبيا على المذهب المالكي لأن عرافنا وعاداتنا بنيت عليه والناس تعودوا عليه في صلاتهم وفي صيامهم وفي حجهم، فلا بأس أن يمضي الناس، لأنه هو مذهب مبني من مذاهب أهل السنة ومذهب السلف ومبني على الأدلة. أنت لو قلدت أي عالم من العلماء المعتد بهم فأنت ناجم بإذن الله، كل مسلم هكذا. فلو قلدت في هذه المسألة الإمام الشافعي وفي هذه المسألة الإمام الحنفي وأنت لم تقلد ذلك بناء على تشهي وإلا تحب أن تفعل شيء ترغبه نفسك، وإنما رأيت الدليل أرجح في هذه المسألة عند مالك وفي هذه عند الشافعي، فلا حرج عليك، لك أن تعمل بالمذاهب جميعا، لا حرج عليك. لا يجب على الأمة المحمدية أن تكون مالكية ولا شافعية ولا حنبلية. فعندما نقول الشريعة الإسلامية، الشريعة الإسلامية في تراثها الفقه الضخم المبني على الاجتهاد الصحيح القائم على الكتاب والسنة وعلى باقي مصادر الاجتهاد، القياس والإجماع والمصالح وأقوال السلف وأقوال الصحابة والخلفاء الراشدين، فكل ما هو ثابت وما هو تقره قطعيات الشريعة ويكون هو من أصولها، فلصاحب القانون أن يأخذ بأي قول في أي مذهب في بأي صورة من الصور ما دام مبنيا على دليل صحيح، ولا يتبع هواه أو يتبع يعني رأيا شاذا ليس له دليل. ما دام هو يعتمد على دليل من الكتاب والسنة وعلى اجتهاد من أئمة الاجتهاد المعروفين المعول عليهم واجتهاده له أصل، فلا حرج أن يأخذ صاحب القانون أو القاضي أو من يعمل بهذه المسألة، لا حرج أن يفعل، لأن الأمر فيه سعة وليس فيه تحجير. ومن يقول لا أنتم أنا عملت لنا مشكلة لا نعرف أن نعمل بكذا، هذا من باب التشويش فقط. تشويش. أنا هذا بالعكس، هذا بالعكس، هذا فيه ميزة عظيمة وفيه يعني توسع على الناس بأنهم يجدون حلول لكل مشاكلهم التي تعرض عليهم في حياتهم. سلام بارك الله فيك. أنا أردت
إثارتها من باب لأن هذا التساؤل موجود ونسمع في النقاشات أحيانا في الإعلام والقلوب أوعية، كل وعاء يستقبل فيما يريد أو يثير على حول شبهة. خلينا ننتقل للموضوع آخر، هو له علاقة دكتور بموضوع الشريعة. المشاهد الآن أن بعض الجماعات التي هي لديها غلو أو تشدد أو فهم النصوص على غير مرادها تتكلم على وجوب الخلافة وتنصيب خليفة، لابد من إقامة حكم الإسلام باسم بين قوسين الخلافة، وأن يكون هناك خليفة يختار من قبلهم، لابد من أن يبايعه المسلمون ولا يعترفون بالأنظمة السائدة، لا برلمان لا حكومة لا مؤتمر لا إلى آخره. السؤال هنا للمسلم العادي الذي أمره ربه أن يسأل أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، من الناحية الشرعية هل لأي جماعة أو لأي أحد أن ينصب خليفة ويطالب له البيعة، ومن لم يبايعه ومات فقد مات ميتة جاهلية كما ورد في الحديث، ونقاتل تحت هذه الراية، ويجب على المسلمين جميعا الانضمام تحت هذه الراية، راية الخليفة التي اختارته هذه المجموعة، أم أن اختيار الخليفة له نظام ومنظومة كاملة في الشريعة الإسلامية؟ تفضل دكتور. نعم مسألة الخلافة ناتي أول مسألة الخلافة، مثل الخلافة هذه مشروعة لا شك في ذلك. نعم. وعندما نقول مشروعة يجب أن نضع الكلام في موضعه، نقول هي مشروعة لأنها تحقق مصلحة عظيمة للمسلمين، تعد هي كالرمز الذي يجمع المسلمين جميعا تحت كلمة واحدة وتحت راية واحدة، ويعني هذا التفرق وهذا التشرذم ربما هي تكون وسيلة لتقليله بقدر الإمكان. الله تبارك وتعالى يقول وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون، فهي كونها مشروعة لأنها تؤدي إلى جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم وتدافع عن القاسي والداني فيهم وتراعي مصالحهم وتدفع عن الضعيف و تحمي الجهة اللي هي يعتدى عليها كما هي مهام الخليفة، هذا أمر مشروع لا شك فيه. لكن الذي ينبغي أن نعلمه أن الخلافة ليست هي من أصول الدين ولا هي مقصودة لذاتها على أنها عبادة يعني يتعبد بها، هذا هو الخلل اللي يقع. كيف الخلافة هي دكتور اسمح لي بس، ليست من أصول الدين ماذا تعني ليست من أصول الدين؟ يعني إذا كان أنت ما عملتش منصب اسمه خليفة معناه أنت آثم وأنك أنت مطعون في دينك وفي عقيدتك وكذا، هذا كلام غير صحيح أبدا. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة دكتور، ولا هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. الخلافة هي وسيلة لتحقيق مصالح، لأن في تعريفها هي يناط بها مصلحة، تحقيق مصلحة المسلمين، مصلحة الرعية، لأنها لها مهام ولها أعباء لا تتوفر أحيانا لا يمكن القيام بها إلا من خلالها، فهي وسيلة للقيام بهذه الأعباء، فإذا وجدت وسيلة أخرى تقوم بهذه الأعباء وتؤديها فتبقى هي مثل سائر الوسائل الأخرى، لو استبدلتها بغيرها لا حرج عليك. يا سلام. لكن هي لما كانت هي الوسيلة ليصل منها الناس إلى تحقيق مصالحهم. عباء الخلافة كثيرة، من أولها ومن أهمها إقامة العدل ورفع الظلم وتأمين الطرقات والأسواق وقمع البغاة والمجرمين والمعتدين وإقامة الجماعات وإقامة الجمعات وإقامة المواسم في لحج بيت الله الحرام. نعم. وجبي الصدقات وتوزيعها على مستحقيها وإعطائه لمن يستحقها من المسلمين وإقامة المصالح العامة وإقامة الجهاد وسد الثغور وحفظ بيضة الإسلام، يعني هذه مهام الخليفة.
فإذا كان وجدنا من يقوم بهذه المهام ويقيم العدل وينصر المظلوم ويؤمن الناس ويوفر لهم حقوقهم ويوزع عليهم مال الله ويجمع الخراج ويقيم الجماعات ويقيم دين الله ويحكم شرع الله في الناس في المسلمين ويقيم الأحكام الشرعية وينفذها، إذا وجدنا من يقوم بهذه المهمة فهذه مهمة الخليفة، سواء سمناه بعد ذلك خليفة أو رئيس دولة أو رئيس برلمان أو رئيس مؤتمر أو سميناه أمير، تحت أي اسم فقد حققنا الغرض المطلوب من الخلافة. هذا هو المطلوب من الخلافة، وليست هي في حد ذاتها يعني عبادة مقصودة، زي ما تقصد أنت الصلاة عبادة مقصودة، صلاة تقصد أن تصلي هذه عبادة مقصودة لذاتها، لكن الخلافة ليست هي عبادة مقصودة لذاتها، هي وسيلة لتوصلنا إلى هذه الأمور التي تكلمنا عليها، وهي إقامة العدل ودفع الظلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعني الحفاظ على دولة الإسلام ونصرة المظلوم ونصرة المسلمين في كل مكان. لو استطعنا أن نقيم حاكم يؤدي هذه الأعباء ويقوم بهذه المهمات، هذا هو الذي يجب على المسلمين أن ينقادوا إليه ويطيعوه أيا كان اسمه، سواء سمى اسمه خليفة ولا أمير ولا رئيس ولا اسم، يجب على الناس أن يطيعوه، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يعني وقال الله تبارك وتعالى. نعم دكتور، يعني نفهم من كلامك أن لفظ الخلافة نفسه لسنا متعبدين به، يعني العبرة بمضمونة أيا كان حاكم رئيس أمير، العبرة بالمضمون تطبيق الشريعة ونشر العدل وإعطاء الحقوق للناس، أما المفردة نفسها وهذا اللفظ ليس بالضرورة تكون موجودة لو كان فيها مصطلحات أخرى تحقق نفس المضمون ونفس الهدف. ليس بالضرورة، لو استطعنا أن نفعله قلنا هو أمر مشروع. نعم. لو استطعنا أن نفعله فهو أمر مشروع، لأنه وسيلة لجمع المسلمين كلهم. نعم. في حكم واحد. نعم. لكن لو استطعنا أن نجمع المسلمين يعني في حكم زي ما يسموه الآن في المصطلح المعاصر حكم فيدرالي، حاكم واحد لبلاد المسلمين وكل إقليم له استقلاله. نعم. ويرجع في النهاية إلى الحاكم اللي هو حاكم الحكومة هذه كلها الفيدرالية، فهذا أيضا نوع من أنواع الحكم. لو كان طبق كل الأشياء المطلوبة منا، يعني أقام الحقوق ورفع ودفع الظلم وطبق أحكام الإسلام وناصر المسلمين أينما كانوا وأقام بكل الأشياء اللي ذكرنا وذكرنا بعضها وأقام الجماعات والدين وكذا، خلاص انتهت هذه. هذا هو الغرض لي من أجل، سواء بعد ذلك سميناه حاكم هذه الدولة الإسلامية ولا سميناه أميرها ولا سميناه خليفة، الأمر لا يختلف، لا العبرة هو بالمقصود، الخلافة والخليفة هو وسيلة نصل منها إلى هذا المراد، وليس في حد ذاته كما ذكرت أننا متعبدون باسمه أن نضعه باسمه. نعم. هذا هو اللي ينبغي أن نفهمه. جميل جميل. يعني ما يقوم به مثلا بعض الجماعات زي داعش ودعوة الناس للخليفة ووجوب بيعته والقتال تحت راسه، هذا كله من خلال ما ذكرت من أدلة ونصوص وفهوم للشريعة، كله يكون مخالف للشريعة الإسلامية. دكتور، هذا في إشكال آخر، مثل داعش هذا في إشكال آخر، في إشكال آخر هذه نازلة التي نبتت الآن، هذه البدعة الشنيعة التي تبناها جماعة سموا بسم الدولة الإسلامية ولا داعش، وأتوا إلى شخص اسمه البغدادي أو كذا وأعلنوا بايعوه وصاروا يدعون الناس إلى مبايعته ويقاتلون دينه دونه، هذا ليس من دين الله في شيء، هذا ضلال، هذا عليهم أن يتقوا الله ويتخلصوا منه، لأن البيعة في دين المسلمين لا تتم بهذه الصورة على الإطلاق. ومثل هذه المسألة حدثت في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، هل هي يعني افترضت وخشي عمر أن تقع وجاءه من سأله عنها، فعمر برى لها وبينها ووضحها أوضح تجلية
لم يترك فيها لبس، بل أورد حتى الاعتراض عليها وأجاب عليه. عمر رضي الله عنه صعد المنبر في آخر خلافته ودع الناس وطلب منهم أن يسمعوا له ويعوا ويحفظوا، بل طلب منهم أن من حفظ ووعى مقالته هذه في تلك الخطبة أن يبلغ بها ما بلغت راحلته، يبلغ بها جميع المسلمين، ليدلك على أن هذا الأمر ليس هو الأمر الهين ولا السهل ولا من ثانويات الدين، بل هو من الأسس التي ينبغي أن يقف الناس على أحكامها. بينه في محضر المهاجرين والأنصار والعلماء في المدينة المنورة، وكلهم يسمعون ويطيعون ويقرون، فكان إجماعا منهم على هذا الأمر. وقال لهم في خطبته: لقد بلغني قائل يقول لو مات عمر قد بايعت فلانا، فلا يغرن امرؤ أن بيعة أبي بكر كانت فلتة وتمت، ألا إنها قد كانت كذلك، لكن وقى الله شرها، وليس فيكم من تقطع دونه الأعناق مثل أبي بكر. من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا بيعة له ولا لمن يبايعه ولا يتابعه هو ولا من تابعه تغرة أن يقتل. معنى هذا الكلام احتاج إلى توضيح. نعم تفضل. عمر رضي الله عنه قالوا له إن فلان يأتي ويقول لو يموت عمر نريد أن نبايع طلحة وناخذ عليه البيعة، فعمر قال لهم لا تفعلوا هذا، وقال لهم ربما أنتم قد تغترون ببيعة أبي بكر الصديق، فلا يغترن امرئ ببيعة أبي بكر، إنها كانت فلتة، كانت مفاجأة، جماعة من المسلمين ليسوا كلهم اجتمعوا في السقيفة، وفي نهاية النقاش عمر رضي الله عنه طلب من أبي بكر أن يمد يديه ليبايعه، قال هذه كانت فلتة ووقعت لأبي بكر ولكن وقى الله شرها، لأنها لو وقعت من غيره لوقع فيها شر كبير. وهذا تحقيق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ويأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. فالأمر القدري وافق رضا الله، الله عز وجل قدر أن يكون أبو بكر ولم يكن ببيعة جميع المسلمين في وقت واحد، بل بجماعة قليلة منهم في السقيفة، ثم بعد ذلك بايع الناس ولم يحصل انشقاق كما ذكر عمر، ولكن وقى الله شر ذلك، وقى الله المسلمين شر هذه الفلتة التي كانت لأبي بكر خاصة. ثم ذكر لماذا كان هذا لأبي بكر خاصة، قال: وليس منكم وليس فيكم من تقطع الأعناق دونه أو إليه، وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر. هل هناك أحد منزلته تكون في منزلة أبي بكر؟ هذه خصه الله تعالى بها، ووقى الله المسلمين شر الفتنة فيها، لأنه أهل لذلك، ولأنه لا أحد يضاهيه ولا يكون في منزلته. وأقول لكم هكذا بعد ما بين الشبهة وجلها وقال لا تقيسوا عليها، لأن أبا بكر ليس كسائر الناس، قال لهم بصريح عبارة: يعني من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين، معناه البيعة لابد أن تكون على مشورة المسلمين كلهم من أهل الحل والعقد، ليس من مجموعة تتابع البغدادي رجل ولا جماعة، هؤلاء بعض المسلمين وليس كل المسلمين، فالبيعة لا تكون إلا من المسلمين كلهم، من أهل بلد كلهم، من أهل قطر كلهم، من المسلمين كلهم، لا يجتمع ثلاثة ولا أربعة ولا عشرة ولا مئة في الشام ولا في العراق ولا في ليبيا ويقول نريد هذه البيعة، هذه بيعة باطلة. عمر قال لا بيعة له ولا لمن بايعه،
لا يتبع هو ولا من تابعه. ثم قال ثغرة أن يقتل. معنى ثغرة أن يقتل يعني أن من يفعل ذلك فقد غرر بنفسه وخاطر بها وعرض نفسه ونفس صاحبه ومن بايعهم عرضهم للقتل. ومعلوم أن التغرير بالنفس وتعريضها للقتل من المحرمات القطعية في الدين. فكان عمر يقول لهم هذا الفعل من المحرمات القطعية في الدين فلا تفكروا فيه ولا تفعلوه. ولذلك بيعة البغدادي ولا بيعة كذا هذه بيعة باطلة، الشباب لا يجوز أن يقتروا بها، فلا بيعة له ولا من بايعه تغرة أن يقتل، لأنه غرر بنفسه وضع نفسه في القتل، وضع نفسه أمر محرم مقطوع تحريم به. ثم إنهم أضافوا إلى هذا الأمر الشنيع الفاسد الذي لا أصل له ولا أساس له ونفاه عمر بكل قوة وأمر أن يبلغ عنه في سائر الأقطار لأهميته، بالإضافة إلى هذا أن هذه الجماعات الآن تقتل في الناس وتكفرهم وتغالي ومن يخالفه هو كافر ومن وتفجر وتنتهك في الحرمات وتنتهك في الأعراض. هذا عمل لا صلة له بالدين المسلمين، عليهم أن يتقوا الله أن يحكموا دماء المسلمين ويرجعوا. وهم ما يفعلونه الآن في داخل ليبيا أقل ما فيه أنه بغي وخروج على ولي الأمر، فيجب قتالهم قتال البغاة. الله أكبر، بارك الله فيك. إذن ينقل عنك فضيلة الدكتور أن داعش ليست من دين الله في شيء، وهذا وضوح وبيان جلي كوضوح الشمس في رابعة النهار. طيب بعد إذنك دكتور نستقبل الاتصالات، نبدأ من أخي أشرف من جدابية واعتذر إليه على الإطالة حتى يكمل فضيلة الدكتور الحقيبة كاملة، ما يقعدش فيه نقص ورتوش هنا وهناك. تفضل أخي أشرف. بارك الله فيكم يا شيخ، أنا أحبكم في الله. أحبك الله، أحبك الله يا أشرف، تفضل أخي أشرف. سؤالي يا شيخ، بعض الناس أشكى عليهم موضوع الحوار كيف يتبنى يعني جهة غير مسلمة يقصد على اليوم والأمم المتحدة أن نتحاكم نحن كمسلمون لجهة غير مسلمة يعني. فممكن التوضيح في هذا الخصوص. جميل جميل، سؤال رائع جدا، بارك الله فيك يا أشرف. سؤال ثاني يا شيخ بارك الله فيكم، أريد توجيه من فضيلة المفتي على موضوع يعني آن الأوان أن يكون هناك بيان يجمع أبناء التيار الإسلامي يعني الذي يعني يحمل هم هذا المشروع وهذه القضية يعني آن الأوان يعني أريد توجيه من الشيخ أن يعني كلمات بخصوص القيادات على الساحة الآن. نعم. أن يعني يحاول أن يجمع الشمل والشتات يعني. بارك الله فيك. بارك الله فيك، أحسنت يا أشرف. بارك الله فيك. طيب دكتور، لو أيضا هو سؤال أشرف أعتقد له علاقة وثيقة بالموضوع، ونحن نتحدث عن التحاكم للشريعة. ذكر الأخ أشرف أن بعض الناس أشكل عليه الحوار الذي يقوم به مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة اللي هو ليون، أشكل عليه أن كيف هذا ليون اللي هو غير مسلم يتحاكم إليه المسلمين في الحوار وإجراء الحوار بينهم، ليس في ذلك فيها مخالفة للشريعة التي أمرنا الله أن نتحاكم إلى كتابه؟ هل إشكال ربما وجد عند بعض الشباب يعني، كيف نوضح هذا الإشكال أو نستجليه؟ نعم، هذه مسألة أيضا يجب توضيحها، لأن هذه ليست جزئية قطرة في بحر. أنت عندك الآن ملايين المسلمين يعيشون في بلاد الغرب، بلاد غير مسلمة، صحيح، وتحصل لهم خصومات سواء فيما بينهم أو بين طرف مسلم وطرف غير مسلم، وترفع قضايا إلى جهات في تلك البلاد وهي غير مسلمة. فهل هذا يعد من تحاكم إلى غير المسلمين ليخرج عن الملة؟ لا أبدا، لا يخرج عن الملة. وهذا يعني اللي يفهم هذا الفهم هو يعني يرتكب شطط ويرتكب غلو. عندما يلتجأ في الضرورة لغير المسلم لأن يحل إشكال لمسلمين، هذا يعد عند علماء في الفقه الإسلامي من باب يعني القرارات الإدارية وليس من الحكم القضائي اللي هو حكم بما أنزل الله وبغير ما أنزل الله. هو يعد من القرارات الإدارية، فإن كان هذا القرار
ليس فيه مخالفة لشرع الله فيجب على المسلم أن يعمل وينقاد إليه، لأن من له مشكلة مثلا في بلاد غير المسلمة مع زوجته، مع زوجته غير المسلمة، عندما يرفع أمره إلى جهة هناك وتفصل بينهم، فإذا كان هذا الفصل فيه حل الإشكال وكل واحد يأخذ حقه فينبغي أن يطبقه وينفذه، قرار إداري وافق الصواب. أما يقول لا، يعني لا يمكن نبقى خصام بيني وبين زوجتي وأولادي ويتطور هذا ولو أدى إلى قطيعة وإلى قتل وإلى أكل مال بالباطل وكذا، لأني لا يمكن أن نفصل هذه المسألة، لأن اللي بيفصل فيها المسألة هو غير مسلم، هذا كلام غير صحيح. يجوز للناس عندما يضطرون إلى جهة غير مسلمة أن يرفعوا أمورهم إليها لحل الإشكال، وسمى الفقهاء نص الفقهاء ذلك في المذاهب المختلفة، فقه الشافعي وفقه المالك وغيره، قالوا هذا لا تسمى أحكاما قضائية، وإنما تخرج على أنها قرارات إدارية، مثل ما واحد بيعطيك إفاد ولا بيعطيك منحة ولا بيعمل لك قرار تشتغل معاه. يعني أنت هل يجوز تشتغل عند شخص مش مسلم ولا يجوز؟ يجوز تشتغل عنده بقرار لا بحكم، فهذا كله يعد من قبيل القرارات الإدارية التي ليست هي من باب الأحكام. فعندما يفرض على المسلمين لضعفهم أن لابد أن يتدخل بينهم غير مسلم، لو قبلوا بهذا على هذا الأساس ليس فيه حرج، لكن القضية أننا لا يجوز أن نستسلم لما يفرضه علينا هذا الطرف الأجنبي، لأن جربنا أن الحوار الآن يعني اللي تقادت الأمم المتحدة النتيجة الواضحة فيه هي فقط شق الصف الليبي، هذا الذي يعملون عليه ويصنعونه بكل قوة وبدون أي تردد ولا دون أي تستر. الآن بدل ما كان الأمر حوار بين طرفين في ليبيا، لأن الذين يتخاصمون في ليبيا هم طرفان فقط، برلمان ومؤتمر وطني، أتباع هؤلاء مع هؤلاء وأتباع هؤلاء مع هؤلاء، ليس هناك طرف آخر. انظر كيف اتجهت الأمة المتحدة ومندوب هذا الحوار، داروا يمكن إلى حد الآن لو تعد يمكن تجد 20 حوارا كل من أجل ما زال مدراء قلت لك لم يبق إلا مدراء المدارس وعمداء الجامعات. صحيح، وربما الدور جايهم لم يبقوا أحدا، سمى نفسه ثوار، سمى نفسه بلديات، سمى نفسه مجتمع مدني، سمى نفسه نساء، سمى نفسه أي اسم، هم الآن يفرقون الصف بهذه الحوارات. نصيحة الليبيين عليهم أن يتقوا الله، هذا واجب شرعي عليهم أن يرجعوا إلى ولي أمرهم. الله تبارك وتعالى لم يعطنا خيارا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح يقول من أطاع الأمير فقد أطاع الله ومن عصى الأمير فقد عصى الله. على الناس بمختلف أصنامهم، سموا نفسهم ثوار، سموا نفسهم مع المؤتمر، سموا نفسهم يعني يتهم المؤتمر بالتقصير، لكن لا خيار لهم في طاعة ولي الأمر ما دامه الآن يسعى إلى تحكيم شرع الله ويعدل في القوانين ويحرصون على مصلحة البلد. لا يجوز لك أن تفرض اجتهادك وتقول لا هذا المؤتمر صفت ونعت وأعمل كذا وأعمل كذا، هذا كله من باب الوشايات التي تضعف ولي الأمر وتتحمل وزره وتتحمل إثمه. فكل مسلم عليه أن عليهم جميعا أن يتحدوا ويتوافقوا مع ولي أمرهم، لأن طاعته ليست خيارا وإنما هي إجبارا، عليهم أن يطيعوا الله. ولو حافظ الناس على أن يتكلموا بصوت واحد ما كان هناك فرصة للأمم المتحدة ولغيرها أن تشق صفهم، ثم بعد ذلك بعد هذه الحوارات هم أخذوا بلديات وأخذوا أحزاب وأخذوا كذا وأخذوا كذا، انظر ما هي النتيجة بعد هذا. الوثيقة والمسوى الذي طرحوها يعني لا يستطيع إنسان يقول يتصور مدى الإهانة ومدى الإذلال الذي رموهم به جميعا، كل من شارك رأوا كل من شارك، لا يسلمون، ليست هي المؤتمر فقط بل كل من شارك من الأحزاب السياسية ومن البلديات ومن المجموعات النسائية ومن رجال الأعمال ومن الثوار ومن آخره،
كلهم رموهم بهذا الإدلال وأعطوا لبرلمان طبرخ أكثر مما يحلم به وما لا يطلبه، ولم يعطوا الطرف الآخر شيئا. علينا أن نأخذ دروس ونتقي الله. راه القوة كلها في اجتماع كلمتنا. وهذه هي دسائس الناس الذين هم مصلحة في أن يرجع النظام السابق ويرجع الاستبداد ويرجع القهر ويرجع عدم تحكيم دين الله وشرع الله. بارك الله فيك يا دكتور. طبعا احنا تم الوقت ونحن قبل نود توجيه كلمة للتيارات الموجودة الإسلامية على الساحة كيف يكون على كلمة سواء، لكن إن شاء الله هي بقيت لي نقطة واحدة قصيرة أريد أن ننبه عليها. تفضل دكتور. هناك لعبة الآن مطروحة وتنطلي على نسبة كبيرة من شرائح الشعب الليبي، هي موضوع المصالحة وحقن الدماء. أقول لكم المصالحة وحقن الدماء هذا صحيح مطلب شرعي، لكن الشعار الذي يطرح الآن ويسوق له عليكم أن تنتبهوا، هو في مضمونه لا يختلف عن شعار الجيش والشرطة الذي يسوقه حفتر، ظاهره الرحمة وباطنه العذاب. إن كنتم تريدون المصالحة وحقن الدماء فأولها أن تسلموا المجرمين للعدالة، هذه أول خطة. هذه مهمة ولي الأمر ومهمة الإمام، أن يرفع الظلم ويأمن الطرقات ويقمع البغاة والمفسدين. سلموا المجرمين وتبرؤوا منهم وارفعوا الغطاء عنهم، بعد ذلك ندخل المصالحة. أما أن نقول كلنا نتكلم دماء مصالحة ونحن في الواقع، هذا يؤدي بنا إلى المزيد من الدماء والإغال في سفك الدماء. لأن لو كان المصالحة هي مطلوبة هكذا فقط للفظها لا لمضمونها، الله عز وجل لم يأمرنا بالقصاص ويقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. نعم. بارك الله فيك دكتور. وفي برنامج في الجزيرة اسمه فساد الأمم المتحدة، يعني لا نثق بها كثيرا، ويخرج فضائح كبيرة وضخمة، وكيف تلعب بالشعوب العربية وكيف تخدم في أجندتها الخاصة بها. إن شاء الله ننقل كما ذكرت دكتور السؤال أشرف أخي أشرف بن جدابية إلى الحلقة القادمة بإذن الله. جزاك الله خير دكتور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب ذلك في ميزان حسناتك. آمين. بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في نهاية هذه الحلقة إلا أن أشكر وإياكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور الصادق عبد الرحمن الغرياني مفتي عام ليبيا، حتى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.